كان واضح. والشي اللي نجم نقول فقط في هذا الميدان ان الجزائريين ما كانش واحد، ولو بعد 132 سنه فيما خص استعمار اللي كان قوي ما قدر يمس في هويه الجزائريين. ولهذا بالنسبه لنا هو ثوابت، الامر كان مرتبط برزنامه اللي لازم احنا نحترموها في اطار القطاع التربيه الوطنيه وكل الدوائر الوزاريه دوائر منسجمه، وفي اطار هذا الانسجام لوجود المساجد فهي كذلك تسمح وهو فضاء للتحقيق والتنفيذ كل الضوابط اللازمه في اطار تحقيق يعني توت لي زوبليغاسيون.